والابتعاد عن الحقيقة، أو بمعنى آخر تعويم الأزمة اليمنية. يا سيدي، هناك أكثر من 5 موانئ يمنية يمكنها أن تكون ممرا آمنا لكل المساعدات الإنسانية في اليمن، ابتداء بميناء الغيضة في المهرة، إلى ميناء المكلا في حضرموت، إلى ميناء الشحر في أبين، إلى ميناء عدن في عدن، إلى ميناء المخا في تعز. هذه الموانئ كلها صالحة لاستقبال كل السفن التي ممكن أن تنقل، بما فيها المساعدات وغير المساعدات. المساعدات وغير المساعدات، لكن التركيز على ميناء الحديدة على أنه هو البوابة الرئيسية للعبور، هذا يكشف حقيقة الدور المشبوه لجريفيث في الأزمة اليمنية. يريدون المحافظة على خط الإمداد للحوثيين؟ من خلال اختيار الحديدة، هو واضح، هو الميناء الوحيد والوحيد فقط الذي بيد السلطات الانقلابية ونافذته الوحيدة على العالم، ويقبى منه يوميا ما يقدر بحسب بعض التقديرات إن كانت دقيقة ما يقدر ب 12 مليون دولار عائدات جمركية وإتاوات على السفن الراسية في الميناء يوميا، أسبوعيا تقريبا، أسبوعيا. هذه كلها تذهب لجماعة الحوثي وتستخدم كمجهود حربي، باعتبار أنه لم يعد لديها من الأموال غير تلك الأموال التي تأتي عن طريق ميناء الحديدة. فضلا عن ذلك، وهو الأهم والأخطر، أن كل البضائع التي تدخل من الموانئ اليمنية الأخرى من مناطق الشرعية وتذهب إلى العاصمة وإلى تذهب إلى المناطق التي لا زالت تحت سيطرة الحوثيين، يتم جمركتها في مناطق الانقلاب. يعني حينما تدخل من الضالع إلى إب، أو من تعز إلى إب، أو من المناطق من مارب، جمرك إضافي يعني ثاني، جمرك إضافي، وبالتالي نحن أمام عصابة جبايات، ويعني عصابة بكل ما تحمل كلمة معنى لجبايات الناس وأخذ أموالهم.